قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية لتزاول مهنة التعليم بمخيمات اللاجئين الصحراويين. أبي نيلسون مدرسة اللغة الإنجليزية تعمل متطوعة في هذه المدرسة وبالكاد تفرق بينها وبين النساء الصحراويات، ترتدي الملحفة وتتكلم حتى الحسانية. أنا معلمة اللغة الإنجليزية في مخيمات الصحراوية. أنا من أمريكا. الله مع الفقراء والقلوب المحرومة. أتمنى العدالة والسلم للشعب الصحراوي. الأمريكيين اللي جهون كاملين يلبسوا كيفنا، يعني يتعاملوا معنا كأساتذة كيف إخواننا، يعني ما هم إلا أساتذة فقط، أصدقاء معنا. العمل التطوعي بالنسبة لآدم نابع عن قناعة شخصية، وهو المدرس الأمريكي الذي جلب عائلته من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، لا سيما بعد إدراكه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. في بكري 8:30 إلى 10 هكذا. أيوة ما حبتي. And we really believe. أعتقد أن القضية الصحراوية يجب أن تسمع، وأعتقد أن الاستقلال مستحق للشعب الصحراوي، ونحن نساند هذا المطلب. سنكون أصدقاء مع هذا الشعب، وأحب أن تكون عائلتي جزءا منه، وأحب أن تكون المرأة الصحراوية كباقي نساء العالم. حاولوا يجوا من البداية، ما هم قادرين عنهم يتحملوا، قال يحاولوا عائلاتهم يتحملوا من أجل هدف واحد، هم يعلموا اللاجئ الصحراوي. لاباس؟ خير. تتكلم حسانية؟ شوي. أنت زين عندك أفريكا ولا؟ شوي.